ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. دي اول مره اطلع لكم بالاسدال في القناه تقريبا، صح؟ بس عندنا مناسبه. انا مسافره السخنه. انا ما صيفتش خالص السنه دي خالص، هما يومين الساحل ومشيت تاني يوم الصبح، وده عشان كان بلال وكانت زياره، يعني انا ما كنتش رايحه، مش انا اللي كنت رايحه صيف يعني، فما عملتش حاجه. فاخيرا هصيف الحمد لله. والسنه اللي فاتت لما رحت السخنه رحتها انا ومها واتبسطنا جدا صراحه، قعدنا 3 ايام كانوا حلوين جدا. السنه دي كنا ناويين نكررها ان شاء الله، ودعاء كمان جايه معانا، بس للاسف مها ما نفعش معاها الوقت خالص، فالمره دي مسافرين انا ودعاء بس. المهم انا بحضر شنطتي دلوقتي لان انا مسافره ان شاء الله الصبح، وانا طبعا في اسكندريه فبسافر القاهره الاول وبعدين من هناك هنطلع، فانا المفروض انزل من هنا بدري جدا، وانا لسه بحضر شنطتي دلوقتي الفجر. المهم انا جمعت كل حاجه حواليا بس لسه ما حطيتهمش يعني، فاهمين؟ فقلت اخدكم معايا كده وانا بحضر الشنطه نوعا ما يعني. كمان انا طول اليوم كنت مشغوله، كنت بعمل مونتاج لفيديو، وبلال كان عنده تمرين، وبعدين نزلت كنت عايزه اجيب حاجات ناقصاني، فاتسحلت جامد يعني، فمعرفتش اعمل اي حاجه الا دلوقتي يعني. فدول بقى الشنط التنظيم حلوين قوي، وفيهم احجام كتير، كبير وصغير وصغير، واللي فيه تهويه واللي مقفول خالص تحفة. فانا هجمع حاجتي دلوقتي في دي يعني. انا جبت المايو هنا، جبت هدوم البيت هنا، قررت هاخد ايه من اللبس كده، بس لسه ما حطيتش حاجه في الشنطه، فهعملهم دلوقتي. 1 hour later. طيب انا كده خلصت اللبس، مش قادره اقول لكم المنظمات دي بتفرق جدا قد ايه. بصوا دي مثلا حطيت فيها الطرح بتاعتي، والباديهات دي اللي بلبسها تحت هدوم الخروج، كورتهم كده اسطوانات وحطيتهم فوق بعض بحيث يبقوا عاملين كده. بصوا يعني لو متعلقه وسايباها مفتوحه هاخد الحاجه وهم محطوطين فوق بعض كده. ودي بصوا بقى مفتوحين بيبقوا عاملين ازاي. دي حطيت فيها بقى هدوم اللي هنام بيها، اللي ورا ده اسدال الصلاه، ودي حطيت فيها المايو ومتعلقاته كلها كده تبقى مع بعضها. انا مش اخده معايا الا مايو واحد وما بلبسش حاليا يعني، دماغي دلوقتي متسيستمه على هو مايو واحد ولونه اسود وخلصت يعني. اوبا، والكبيره بقى خالص دي هي اللي فيها كل هدوم الخروج بتاعتي لما كله. انا مش عارفه اخده تقريبا 5 أو 6 اطقم، هم 3 ايام بس يعني، واحد للصبح واحد بالليل. وانا في حاجات اخداها ممكن تبقى مشتركه يعني، مثلا ممكن التوب ده يتلبس مع ده او مع ده، فاهمين كده يعني. وطبعا اخداهم كلهم حاجات خفيفه ورفيعه، فعشان كده اصلا تحسوا اعتقد يعني ان هم مش واخدين مكان. عايز اقول لكم الشنطه فاضيه بعد ما حطيت كل دول اصلا. دلوقتي بقى هحط مثلا الشوزات، او مش شوزات، انا مش هاخد الا شباشب سليبرز معايا، وهشوف بقى الميك اب والسكين كير والادوات بقى. تعالوا اوريكم دلوقتي انا جبت ايه النهارده. كنت عايزه انزل اجيب سليبر فاضطريت اروح لبيكسي، بس الصراحه يعني لقيت عنده حاجه حلوه قوي، وكان عنده اوفر بتاع اللي هو لو اخدت قطعه عليها تاخدي التانية عليها 50% او القطعه الواحده عليها 15% خصم. فانا جبت السليبر ده، الورقة دي جبت ده كده. فانا كل اللي اخداه صراحة حاسة ان هو هيليق عليه السليبر ده، عشان كده انا جايباه البيج وكده، لان عامة دي الالوان اللي بلبسها، وحاسة ان اي حاجة هلبسها هيليق عليها ده، فانا شكلي مش هاخد الا ده. وفي سليبر تاني كان من جليتر هطلعه برضو دلوقتي، كان ملون بقى، اللي هو اي لون هلبسه ده هيليق عليه لان اكيد في الوانه. وبعدين بقى شبط في الشنطة دي بما اننا في العرض وبتاع. انا بستهبل الصراحة، انا قلت هاخد حاجة صغيرة كده عشان بالليل هناك يعني في المصيف. هي دي انا حاساها مصيف، بس هي شكلها مش مصيف، انا مش عارف وصغير ما اعرفش. جميله قوي، جميله جدا، مش ممكن صح؟ اقنعوني، هي حلوه جدا، هي كده كده حلوه، بس هي المصيف اللي بالليل يعني مش للصبح. ومعاها ايد برضو جوه طويله عشان بقى يتحطوا في الحتتين اللي بره دول، بس خطيره عجباني جدا. بس بقى بالنسبه للحاجات اللي في رجلي، استنوا كده ثواني وانتوا معايا. اهو ده السليبر اللي بقول عليه اللي كان من جليتر، بحبه قوي قوي يعني صراحه، فانا هاخد ده برده. وده بقى هاخده للميه الصبح لحمام السباحه وبتاع، ده كنت جايباه من ال سي وكيكي، انا ده بخرج بيه هنا عادي، بس في المصيف هنعتبره للحمام السباحه. لقيت دعاء بتكلمني النهارده بتقول لي ميار عندك حد عنده الاندومي العلب ده، عشان مش لاقيه عندها، لان هي جايبه لنا سناكس بالهبل، احنا الفندق فطار وعشاء فمش فول بورد يعني، يعني مش هناكل ونشرب براحتنا، وبالليل والعشاء طبعا بيبقى مش عارفه الساعه 6 ولا 7، فوارد قوي ان احنا لو سهرنا بالليل نجوع يعني. فهي طلعت جايبه لنا سناكس بالهبل ومشروبات وبتاع، ويا عيني ما لقيتش الاندومي. فنزلت انا النهارده لقيت بقى، فجبت منه 4، 2 لكل واحده على اساس يومين ولا حاجه. ومعلش بقى دي حاجه خاصه بيا انا، بس انا مش هقدر انسى ابدا زعنفي، زعنفتي دي الزعانف بتاعت السباحه بتاعتي. وبما ان دي اخر فرصه ليا، اخر فرصه ضئيله ليا ان انا انزل الميه واعوم، فهاخد الزعانف معايا. يا رب بس تدخل في الشنطه، لان انا لو هشيلها لوحدها مش هاخدها،
لو هتدخل في الشنطه هاخدها. هقوم انا بقى دلوقتي الم سكين كيري وميكابي وشامبوهاتي، وهحاول ما اكترش. ميار حاولي ما تكتريش. واجيلكوا بقى بعد ما اقفل الدنيا دي، لان انا هنا حواليا مزبله. Many hours later. استني ماشي، انا وصلت القاهره اخيرا. قلت بقى ما اجيبلكوش تاني موضوع القطر بقى ومش ايه، مش فارقه يعني، نبدا من اول هنا على طول، من اول القطر. تعالي بقى دون معايا. ايه قلنا نفطر، لان انا وهي ميتين من الجوع مش قادرين. فهنفطر الاول ونشرب قهوه وبعدين نتكل على اللغه. دودو هتسوق بينا ان شاء الله. سفريه ميمونه ان شاء الله خير. وسلام علينا يا جماعه. مش عارفه بتتعمل ازاي كده. احنا خلاص اهو الحمد لله بدأنا بقى الطريق. هي الساعة 12 الا ربع. لا ما تقلقش. ان شاء الله هنوصل على التشيكن بالظبط. ان شاء الله خير. بس نوصل بس ان شاء الله باذن الله. باذن الله. دعاء بس بعد كده. تبطل تشتت الناس تمام ماشي. والله تحسي فعلا ان وانس تمسكي الدريكسيون يبدا بقى لسانك يتلفظ. والله العظيم بجد. يعني انا في العادي انسان محترم جدا، لكن اول بجد ما انزل اسوق تلاقي الفاظ 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 الفاظ. تحية. انا حاليا برضو في مرحلة ان انا بزعق وبتعصب كل الناس جوه العربية. كل الناس موت الفاظ اون على طول. بس جوه العربية ما بتكلمش مع حد. لا انا ساعات بنزل الازاز بقى وبروح يا ابني. بتبقى فيها مصيبة دي، ما واحد كسر عليك مثلا ممكن تعملي حادثة وفي الحقيقة لاخر لحظة فده لازم يتشتم. يعني ممكن اقول لكم الالفاظ عادي. بس ايجي ايجي بس يلا ايجي بقى كده. استني بالله. الله اكبر الله اكبر. ان شاء الله خير. انتوا بتسالوا عليا يا جماعه. الحمد لله وصلنا بالسلامة. الله ينور يا اسطى. الله ينور يا بيه. هنحاول ما نقولهمش على الحصر. خلاص يعني انا سكتت. بتسيحي لنفسك ليه؟ ما علينا يا جماعه. دعاء ما عملتش اي حاجه. يلا هندخل بقى نعمل تشيك ان دلوقتي. الفندق شكله لذيذ. احنا ما لحقناش نصور تحت، احنا هنصور في الايام الجايه بقى ان شاء الله. بس احنا دلوقتي مش شايفين قدامنا. انا كنت مش بس لازم تقدري اللحظه دي. لازم تقدريها. حريه حريه. هطلع وتصوري يا روحي. لا زي ما انتي والله. اوكي. احنا لسه داخلين. الله على الضلمه. خلاص خلاص. لا هي النور اهو. ايه ده الله حلو قوي البتاعه بتاعت الحوت دي. انت بتحبي الفنتج؟ جد الرخام اهو كله. بصي. اوكي. هو فين التويلت؟ اه اهو. صوانطة تمحندة كده حلو. انا عايزة اشوف النور فين. الله الاوضة واسعة. دعاء دي شبه اوضتنا انا وانتي بالظبط في الغردقة. فاكرة؟ وكانت برضه الشباك هنا. والسريرين كده بالظبط، بس ما كانش فيه كنبة. لا بس الاوضة حلوة ما شاء الله. اه تعالي شوف الفيو. انا قعدت اهي اوه بيبي. يس. فيو جامد. ايه البول؟ يا بنت ظبطتنا. الله. حلو عشان نصور. بصي. الله. لا تحفة. أنا سعيدة. لا احنا في وشنا كل حاجة حرفيا. والأكوا بارك هناك أهي. واو. حلو قوي. لا. ميار جاهز يا صاحبي. جاهزة جدا. نسجل حكاية في كتب الدنيا. وحلوة القعدة دي. أوه. بالليل يا جماعة، قعدتنا هنا بالليل إن شاء الله. لا لا مفيش خلاص. الإضاءة هنا ما شاء الله تقل في الكلب. الساعة دلوقتي الساعة كام؟ أنا ما بصيتش على الساعة. دلوقتي 5:30 أوكي إحنا وصلنا معرفش الساعة كام والله. 3 باين تقريبا 3. وقعدنا كل ده مفخدين ما بنعملش حاجة، ما كناش قادرين نتحرك. وقعدنا نتكلم وبتاع، واكتشفنا إن حمام السباحة أصلا آخره 7 ودلوقتي 5:30 باين. ف
فقلنا نلحق ساعة كده ولا حاجة وبعدين نطلع عشان نلحق العشاء بقى. عمليه بقى هنيجي حاجه تقيله بس حمام ان شاء الله. معلش طبعا ده اكيد شايك الفكره كتير. لا لازم هنتشيك بالليل ان شاء الله. الفكره ان احنا لقينا من البلكونه حمام السباحه اتزحم الصبح كان فاضي خالص فهو بقى معايا دلوقتي فدعاء بصت كده لقيت ناحيه فاضيه خالص فاحنا هننزل نلحقها. اهي الجو سخن قوي الاوضه كانت تلج وهنا سخن الطريقه بشعه الاوضه فعلا مش طبيعيه. انا طفيت اصلا من نقرنا الحته دي فاضيه خالص والميه هنا شكلها يجنن. بص الحته الجزء ده فاضي دعاء اهي يلا نقول باي باي كله. عامله ايه اللي بجمالي على الاسعار واللي مش عاجبها من شعرها الطويل ده. طب انزلي يا دعاء الميه مالكيش دعوه انت بالحوارات دي. هنا اندور بول ومكتوب في الورقه اللي معانا في الاوضه ان للسيدات من 2 ل 3 بس كده فهي ساعة واحدة بس اللي نلحق فيها نتبسط بالاندور ده على اساس بقى لو بشعرنا ولا بتاع. بس صدقيني ممكن اقلق برضه. ليه؟ ايش ضمننا ان المكان ده فيه كاميرات ولا ما فيهوش كاميرات؟ واحد عدى كده حد عدى كده انا اقلق. لا بيتهيألي بيقفلوا البتاعة دي شايفاها؟ بيقفلوها ممكن. المبنى قدامنا هنا استنوا الف لكم الكاميرا هو المبنى ده فتقريبا هو هنا دلوقتي مش باين لكم حاجه بس ده عادي مفتوح يعني يبان اللي بره جوه واللي جوه بره عادي بس تقريبا ممكن يكونوا بينزلوا ستاره ولا حاجه بس اقلق نجرب نشوف الوضع عامل ازاي نخش نبقى نبص. احنا طبعا جينا من الحمام السباحه وكل حاجه وغيرنا بقى ولبسنا وهننزل عشان نتعشى غيرنا ولبسنا ما علينا عشان ننزل بقى نتعشى ومدعين اوتفيتس ده كنت جايباه من اتش كي في القاهره السفريه اللي فاتت. بصوا انا مقربه لكم كده عشان كده باين الشكل طبيعي. بصوا بقى لما ارجع لورا وشي هيبقى عامل ازاي. رعب طاف الاوضه وحشه جدا. يلا انا هطلع بقى عشان دعاء مستنياني بره عشان ننزل نتعشى. The next day. صباح الخير. امبارح طبعا احنا ما طولناش بره كنا قاعدين نايمين اساسا بس قعدنا لقينا حبه حلوين كده في الكافيه اللي ما حدش فيه جعبرنا كده نشرب ايه حتى الموضوع ده حاسس في نفسيتي قوي. وبعدين طلعنا اتقلبنا على طول ما كملناش. انا اتقلبت قلبي وانا كمان انا كنت بقالي كده 48 ساعه صاحيه دعاء دعاء عماله تقولي مش فاهمه ازاي انت كنت صاحيه. انت عارفه ان انا لو قعدت ال 24 ساعه دول صاحيه انا هتقلب عليكي والله انا لو نايم مش نايم 24 ساعه هبقى مش عارفه كده. شفتي يا 48 ساعه فون الناس الفل فاستحينا الساعه 8:30 رايحين نفطر بس وانا البرد بدا يبان عليا انا كنت حاسه ان هيجي لي برد واخدت تليفاست بالليل والصوت بقى باين والزور وزوري وكمان التكييف صعب قوي فوق صعب اوفر يعني بتاع ده ما يتقفلش ليه معلين بس فيا رب الدواء يعمل حاجه وهشرب حاجه دلوقتي دافيه بس شكل الصبح حلو قوي تعالوا اوريكم. خلصنا خلاص الفطار وقلنا نروح بقى نشوف البحر دلوقتي فلاقيناه قريب جدا. هما قعدوا عملوا لنا حوار في موضوع الجولف كار ويجي ياخدكم يا جماعه يعني نمشيها ولا لا بس طلعت قريبه جدا يعني. بصوا ده كده البحر ودي الطريق اللي ورانا مش حاساها طويله خالص يعني. لا انا مصوره الناحيه الثانيه بس فقلنا نروح نشوف البحر بس الشكل خطير. لا انا سيبكم مني انا جماعه تعالوا نلف نشوف الناحيه الثانيه. لابسين الممشى ده خطير. السلام عليكم. ايوه منظر بس فاهم ايه الحرمج ده حميده كده تحفه. الهوا حلو قوي هنا. الحمد لله
مفيش بني ادم. الله انا نزلت رجلي في الميه، بس الميه جميله ساقعه. دعاء منزل رجلي واحده بقيت الحراره. احنا جينا البيت قعدنا شويه شربنا قهوه ونازلين دلوقتي، او عايزين نروح بقى نشوف الاندور بول ده، لان من 2 ل 3 زي ما قلنا لكم سيدات فقط، فعايزين نشوفه النهارده. هننزل بقى دلوقتي البول، وانا عايز انزل البحر بس دعاء خايفه من القرش. تعالي نجرب، انزلي على الشط، هو اصلا شط لحد نص البحر. تيجي جرب، تيجي جرب، تيجي جرب. تعالي نجرب ننزل بقى على الشط بتاع السيدات ده نشوف ظروفه ماشي ومسيتنا. طيب وبعد كده اوكي يلا بينا. اه الناس هيجي، بس والله العظيم ما كركبنا الدنيا، كل حاجه متشاله، حط لنا كوبايات وفوط وبس. اه بس يعني حتى الترابيزه والله بصوا مش عليها جدا على فكره، والله العظيم هي السراير بس اللي مفركشه الحقيقه. بس طبعا احنا بعد ما خلصنا حمام السباحه وكل حاجه رحنا تاني البحر، لان انا كنت عايزه اقابل نفسي في البحر شويه، فنزلت الميه هناك شويه كده يعني، رحت وعمت رايح جاي كده وخلاص وطلعنا تاني. بس وجينا بقى خدنا الشاور وبتاع وشربنا كده نسكافيه ولبسنا ونازلين دلوقتي. انا الميك اب ده صورته هينزل على الانستجرام ان شاء الله، زمان نزل لكم يعني، بالنسبه للفلوج هو زمان نزل على الانستجرام، المهم ان انا مصوره على الانستجرام. وده الاوتفيت بتاع النهارده باين بس كده، ونازلين بقى نتعشى، انا جعانه قوي حاليا. يلا بينا. The next day. الساعة 4 الفجر كنتش عارفة انام خالص، كنا نقلب والنوم مش راضي، فنايم 4 وصاحيين 9. دعاء كمان كانت بتقول يعني انا بعتمد على دعاء بصحيانة عشان بصحى بدري لوحدي، فلقيتها بتقولي مهو الساعة 9، فيا دوبك قمنا بسرعة ونزلنا عشان نفطر وبتاع، فانا مش شايفة قدامي. وجينا على البحر والجو النهاردة حلو والمية حتى لونها اروق، فانا حاسة ان انا هنام هنا بجد، انا ممكن كده اروح فاردة ظهري ونايمة بقى خالص. دعاء لسه بتقولي قومي كده اخدك شوت، قلت لها بس دعاء انا مش شايفاكي والله. بصي هو الغلط مش من عندي، معاكي فوتوغرافر حلو وهصورك واظبطك، بس هي حبيبتي مش نايمه، هي مش نايمه فمش مجمعه، مش موجوده، هي مش موجوده. اه انا مش عارفه افتح عيني، وان شاء الله تفوق ان شاء الله. سيكي كده وفوق واجي شويه واجي لكم.
نقوم بقى واحنا خلاص متنحين. بس يعني بما اننا نازلين نتعشى دلوقتي فقلت اوريكم كده، اقول لكم ان احنا نازلين واوريكم الاوتفيتس. انا لابسه سكيرت كده بس، ولابسه عليها التوب الكحلي ده بس. يعني حتى في الميك اب مش حاطه حاجه، حتى البلاش والتنت ومسكره وسرحت حواجبي. حطيتش ولا فاونديشن ولا كونسيلر ولا بتاع. مش قادرين النهارده انا ودعاء، يعني زي ما تقولوا مرهقين جدا خلاص، كان جسمنا حاسس النهارده اخر يوم. فبيقولوا لنا ريحوا بقى شويه، تهدوا كده عشان بكره انتم مسافرين. فبس هننزل بقى نتعشى وهنطلع على طول غالبا، لان مش هنعمل حاجه تاني بقى. هنقعد نريح هنا شويه ونحضر شنطنا عشان بكره ان شاء الله نفطر، وممكن نقعد على البحر شويه ولا حاجه الاول، وخلاص نتكل على الله بقى باذن الله. The next day. صباح الخير. خلاص النهارده اخر يوم، احنا ماشيين النهارده ان شاء الله. هنروح بس نفطر وبعدين نشرب قهوه وبعدين على طول نسافر بقى باذن الله.